نور الحامد، نائبة رئاسة مشتركة المجلس التنفيذي وعضوة في اللجنة المصغرة للجنة العقد الاجتماعي. طبعا في بداية كان تشكيل اللجنة الموسعة لجنة العقد الاجتماعي كان ضمن اللجنة الموسعة كافة شرائح المجتمع والمكونات والأحزاب والأديان. فعندما تم اجتماع اللجنة الموسعة تم انتخاب لجنة مصغرة لكتابة العقد الاجتماعي عبارة عن 30 رفيق ورفيقة. طبعا منذ تشكيل اللجنة المصغرة أخذنا بعين الاعتبار وجود المرأة منصفة في كتابة هذا العقد الاجتماعي. فالعقد الاجتماعي بشكل عام الآن تم كتابة 99 مادة وتتضمن 4 أبواب، وكانت في جميع هذه الأبواب كان هناك بند من بنود التي تخص المرأة وتحافظ على حقوق ووجود المرأة. العقد الاجتماعي كان هناك بنود لتحافظ على حقوق المرأة ووجود المرأة وأيضا المساواة للمرأة في كافة المؤسسات والإدارات. فبداية كان منذ وضع الديباجة كان هناك الثورة المجتمعية التي كانت بريادة المرأة، اعتمدنا أن تكون أيضا افتتاحية العقد الاجتماعي أن تكون هناك المرأة موجودة، كون شمال شرق سوريا اعتمدت على ثورة المرأة، فكانت في الديباجة أيضا الثورة المجتمعية التي كانت بقيادة المرأة. فأيضا عند باب المبادئ الأساسية اعتمدنا أن يكون هناك العدالة والمساواة للمرأة في كافة المؤسسات، أيضا أن تقوم المرأة بتشكيل مؤسساتها الخاصة وهي التي تديرها من قبل المرأة حصرا، وكانت هي من ضمن المبادئ الأساسية أيضا لكي لا يكون هناك تحريف أو تهميش للمرأة. فكان لابد أن تكون هناك مبدأ أساسي من مبادئ المرأة في العقد الاجتماعي. أيضا من خلال مبدأ الحريات كان هناك بند أن تكون المرأة حرة بإرادتها الحرة وتدير أيضا أسرتها بحرية، وأن تكون الأسرة أيضا ديمقراطية بإدارة هذه المؤسسة. أيضا في باب المجتمع النظام المجتمعي كان لابد أن تنوي أن تكون هناك مشاركة المرأة في كافة المؤسسات 50% أيضا، وتكون مساواة بين الرجل والمرأة، واعتمدنا أن لا يكون هناك تهميش في هذه المؤسسات لكافة الإدارات بدءا من الكومين وحتى المجلس الديمقراطي لشمال وشرق سوريا. أيضا كان هناك لابد من التنويه أيضا أن يكون هناك أي ممارسة عنف ضد المرأة أو تهميش للمرأة أو تعنيف المرأة نفسيا أو جسديا أن يكون هناك عقاب للمرتكبين، وأيضا هذا ينظم بقانون لهذا ليحفظ المرأة في هذا المجتمع وأن يحميها من أي اعتداءات تمارس عليها من قبل المجتمع. خلال النقاش على البنود التي تخص المرأة كان بما أنه كانت المرأة هي نصف عدد الرفيقات في العقد الاجتماعي إن كان في الموسعة أو في اللجنة المصغرة كنا هناك 15 رفيقة، كان كتابة العقد الاجتماعي يعتمد على النقاش مع المؤسسات الخاصة بالمرأة. أيضا كنا نحن كرفيقات نعتمد على أن نكتب المسودة كرفيقات ونناقش هذه المواد ونكتبها لأخذ آرائهم، ولكن كان الاعتماد الأول والأخير هو فقط أن يكون هناك كان رأي للمرأة ومناقشة مؤسسات المرأة في المجتمع وأيضا في المؤسسات لكتابة هذه البنود دون أن يكون هناك أي نقص أو أن يكون هناك أي تحريف للأمور التي تخص المرأة. كان هناك ذكر كثير في كل مادة في كل باب كان هناك ذكر لوجود المرأة، العدالة، المساواة، أن تكون مشاركة المرأة 50% في كافة المؤسسات. طبعا هذا لينصف المرأة ليثبت في العقد الاجتماعي حقوق وواجبات المرأة في المجتمع. من الواجب الأخلاقي والمجتمعي أن يكون أيضا وجود المرأة في كافة شرائح المجتمع في العقد الاجتماعي. فنحن نرى في العقد الاجتماعي هو انصاف للمرأة وأخذ بيد المرأة إلى التحرر وأثبات وجودها في هذا المجتمع. أيضا أن تكون هناك حرية في إدارة هذه المناطق بأريحية ولكن دون أن تخالف العقد الاجتماعي بنود العقد الاجتماعي. أيضا اعتمدنا النظام المجتمعي هو مشاركة الشعب في هذه الإدارة، يعني عندما يتم تشكيل الإدارات في شمال شرق سوريا بدءا من الكومين وحتى المجلس التنفيذي في المقاطعة أو مجلس الشعوب ألا وهو المجلس التشريعي في المقاطعة، يجب أن يكون متابع ومراقب من قبل أبناء الشعب، والشعب هم الذين سوف يكونون أعضاء في هذا المجلس. اللجنة المكلفة بقراءة العقد الاجتماعي للشعب كان عبارة عن قسمين، القسم الأول كان للإدارات والمؤسسات المدنية والقسم الثاني هو للشعب. من خلال اجتماعات للإدارات كان تقييم العقد الاجتماعي هو بشكل جيد لأنه يحفظ جميع حقوق أبناء المنطقة وأيضا تنظيم المؤسسات في الإدارات المدنية.
وكان هناك من خلال الاجتماع مع المؤسسات النسائية كان تقييم بأن الوضع المرأة هو بشكل حقيقي في العمل وأيضا العقد الاجتماعي. فعندما تم النقاش مع الرفيقات في المؤسسات النسائية كان التقييم أنه العقد الاجتماعي حافظ على وجود المرأة، حافظ على حقوق المرأة، حافظ أن تكون المرأة موجودة في كافة مؤسسات الإدارة المدنية وأيضا في المجتمع وأن تلعب دورها بشكل فعال. فهذا ما كان تطمح له المرأة في كافة مناطق شمال شرق سوريا، وهو فعلا ما تحقق بالعقد الاجتماعي، وهو ما نطمح إليه أن يطبق العقد الاجتماعي كما تريد النساء أن تأخذ دورها بشكل فعلي وبشكل جدي من كافة أبناء المجتمع. حتى أهالي، عندما بدأنا بالعقد الاجتماعات الجماهيرية للأهالي أيضا ركزوا على هذه المواضيع، أنه العقد الاجتماعي جاء لتنظيم آلية العمل في المؤسسات وآلية العمل أيضا مع الشعب، وأيضا الآن عرفوا أن لهم دور كبير في إدارة هذه المؤسسات ولهم دور كبير كالشعب في تنظيم هذه الإدارات.